القديمه ديال مراجع. السلام عليكم ورحمه الله. نبداو عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه مليون سنتيم لدعم فريق الرجاء عبر بطاقه الاشتراك. أصدر فريق الرجاء الرياضي رسميا بطاقة الاشتراك اللي مشأنها دعم النادي في مواجهته للأزمة المالية اللي تسبب فيها إغلاق مركب محمد الخامس وحرمان الفريق من مبلغ ما كيقلش على 3 ملايير سنتيم. وفي هذا الصدد أعلن فريق الرجاء على انطلاق عملية بيع بطائق الاشتراك السنوية الخاصة بموسم الرياضي 2024-2025 واللي غتغطي كل المباريات اللي غيستقبل فيها النادي لقاءاته بمركب العربي الزاولي عبر المسابقة التالية: كل لقاءات البطولة الوطنية لنهاية المنافسة، كل لقاءات دوري أبطال إفريقيا لحدود انتهاء مرحلة المجموعات. وتقسمت بطاقات الاشتراك لثلاث أصناف بأثمنة كتراوح ما بين 700 درهم ل 10,000 درهم، اللي جات كالآتي: البطاقة النحاسية 70 درهم، البطاقة الفضية 2000 درهم، والبطاقة الذهبية 10,000 درهم. وكيأول رئيس الرجاء محمد بودريقة كثيرا على جمهور الفريق للتفاعل الإيجابي مع بطائق الاشتراك اللي من شأنها أن تضخ في ميزانية النادي مبلغ كيزيد على مليار سنتيم. ومازال محددش الرجاء في بلاغه عدد بطائق الاشتراك المطروحة للبيع، لكن رئيس النادي سبق وأكد في فترة سابقة أن عددها غيكون محدد في 10,000 بطاقة. وفي هذا الصدد طالب موقع أنصار فريق الرجاء ديما ديما راجع بإنجاح المهمة عبر منشور جاء فيه: مع لإنجاح هذه المهمة بداية الموسم الرياضي الجديد بعد أن انتهى الموسم الذهبي، علما أن العدد المحدد لهذه البطائق هو 80% من الطاقة الاستيعابية للملعب. واختتم موقع الأنصار: لا يخفى على أحد أن هذه المساهمة تعني المشاركة المادية في إنعاش خزينة الفريق من أجل بداية الاستعداد للموسم الرياضي. دعوة لفريق الرجاء لإجراء مباراة ودية بملعب عالمي. وتوصل فريق الرجاء الرياضي بدعوة من فريق إفريقي لخوض مباراة ودية في الأسابيع القليلة المقبلة بملعب عالمي حسب تقارير إعلامية. وحسب الصحفي الرواندي تيتي تياري، ففريق الرجاء مدعو لخوض مباراة ودية ضد فريق رايون سبورت الرواندي في 13 شهر أغشت المقبل بملعب أماهورو العالمي، واللي كتعتبر واحد من بين أفضل الملاعب في العالم. وحسب المصدر نفسه، ففي حال ترفض فريق الرجاء غيتم طرق باب سان داونز جنوب افريقي في يوم كيتسمى يوم الحب في دولة رواندا. وتم اختيار فريق الرجاء بسبب الشراكة اللي كتجمع الفريق الاخضر بفريق رايون سبور رواندي واللي تم التوقيع لها قبل سنوات، لكن دون ما يظهر لها اي اثار. يتم في فترة سابقة إعارة لاعبين فريق الرجاء الفريق الرواندي، وكتشير عدة منابر لأن توقيت المباراة غيستحيل معه أنه يشارك فيها فريق الرجاء بسبب التزاماته الخارجية بتجمع تدريبي ما بين تونس وإسبانيا ومباراة الدور التمهيدي ضد حرس النيجر المقررة في 18 من الشهر القادم. الرجاء الرياضي يعلن تعاقده رسميا مع هلال الفردوسي. وكيف سبق وشرنا في اخبار سابقه، اعلن فريق الرجاء بالامس على تعاقده رسميا مع هلال الفردوسي، هذا الاخير اللي كيتعتبر منتوج مركز تكوين الملاليين بتطوان، بحيث حل امس باكاديميه الفريق قصد اتمام مراسم توقيع العقد اللي كيمتد لثلاث مواسم كرويه في صفقه انتقال حر بعد ما تعاقدوا رفقه فريق المغرب التطواني. وكان الفردوسي اللي كيشغل مركز متوسط ميدان عبر معقد مبدئي رفقه فريق الرجاء قبل نهايه الدوري الاحترافي المنقضي، سيما ان العقد اللي كان كيربطه بفريق التطواني انتهى مع متم الموسم الكروي. وازداد هلال الفردوسي سنه 1999 وكيشغل مركز متوسط ميدان دفاعي وهو من ابناء المغرب التطواني، بحيث قضى 4 سنوات مع فريق الكبار قبل الرحيل الرجاء. يشار أن فريق الرجاء وقع في الميركاتو الحالي لكون هلال الفردوسي، سيرج زازي، فيليب كنزومبي والحارس الحرار، بالإضافة لعبد الكريم بادي. موسيماني يرد على رحيل مدرب الرجاء المساعد. وأكد بيتسو موسيماني قوة وصلابة جمهور الرجاء اللي حزن كثيرا على رحيل المدرب المساعد جوزيف زامباور دافيد فادلو نحو سيمبا التنزاني مع نهاية الموسم الكروي المنقضي. وصف بيتسو موسيماني المدرب المساعد فريق الرجاء فادلو في العام الماضي بالمدرب الجيد واللي كان أفضل سفير لمدربي جنوب أفريقيين خارج بلدهم. وزاد وضح صفحته الرسمية على منصة إكس وقال: جنوب أفريقيا لديها الكثير من المدربين الموهوبين، والمدرب فادلو دافيد لم يخيب ظنهم هناك إبان الشغالي مع فريق الرجاء. يشال أن دافيد فادلو غادر فريق الرجاء باش يدرب سيمبا التنزاني في تجربته الأولى كمدرب أول بعد ما اشتغل سنوات كمدرب مساعد للألماني جوزيف زامباور.
الرجاء الرياضي يعير لاعبه لفريق ينشط خارج البطولة المغربية، وقرر فريق الرجاء الرياضي رسميا إعارة لاعب مثير للجدل لفريق خارج الدوري المغربي على هامش مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ما بات خارج حسابات المدرب الألماني جوزيف زامباور. وحسب مصادر بوليفية ففيكتور غابريغو ألونسو غيلعب الموسم المقبل فريق ناسيونال الناشط في الدوري البوليفي الممتاز، وما أكدش لا الرجاء أو اللاعب الخبر المنشور في الإعلام البوليفي لحد الآن، مما كيطرح علامات استفهام حول مستقبل اللاعب اللي مغادرش الآن المملكة المغربية. هذا لعب أبريكو مع فريق الرجاء مباريات قليلة ما تعدتش 5 مباريات بمعدل دقائق يوصل ل 31 دقيقة في منافستي البطولة وكأس العرش، وكتبلغ القيمة السوقية لصاحب 27 سنة واللي تم انتدابه في مرحلة انتقالات الشتوية بمجموع 450 ألف أورو. يوسف شريف يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية. وكتب يوسف شريف لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الإلكترونية وممثل المغرب سطر جديد في مغامرته الأسطورية في منافسات بطولة العالم ناد الصنف واللي كتجرى ببرلين الألمانية. وتأهل يوسف شريف لربع نهائي بطولة العالم بفوز دراماتيكي وهيتشكوكي على منافسه بطل ليبرتادوريس ب6 أهداف مقابل 5 في واحدة من أجمل المباريات هذا العرس العالمي. واحتاج شريف لخوض الأشواط الإضافية بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 5 أهداف لمثلها، لكن نرفض تكرار سيناريو أول أمس والمرور لضربات ترجيح بعد ما سجل هدف متأخر في آخر دقائق الشوط الإضافي الثاني، وسبق الرجاوي شريف وتأهل دور الثمن بعد تفوقه في المباراة الثانية في دور المجموعات على لاعب انتر ميامي المصري بضربات الجزاء 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، ووصل كتابة التاريخ أول مشاركة للمغرب في بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إذا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Come on.